أهلا وسهلا بكم مرحبا بالجميع لو عندك أي نوع من أنواع الببغاوات أو العصافير يعني تيقنت أن هذه العصافير أو الببغاء سواء ببغاء الدرة أو الكوكتيل وضع البيض آه يعني أنا أول حاجة أعملها إن أنت ما تفتحش البياضة كل شوي تاني حاجة إن أنت يعني لا تكثر الدخول عليهم يعني حاول إن أنت مثلا يكون عندك آه أوعية كتيرة جدا وتملأ هذه الأوعية بالطعام بحيث إن إن أنت ما تخشش على الطيور كتير وتعمل لهم عملية إزعاج طبعا العصافير البادجي أو الأسترالي يعني عصافير إيه مش قلاقة يعني حتى لو فتحت البيضة أكتر من مرة يعني كويس يعني هي إيه مش هتقلق أو مش هتهجر العش إنما مثلا الضرة الهندي أو الدرة المطوقة بكل أنواعها أو برضك كذلك الكوكتيل يعني من الإيه من الطيور القلاقة فما ينفعش انت تقعد كل شويه تفتح البياضه لان كده ممكن الطائر يشعر بعدم الاحساس بالامان دي حاجه الحاجه الثانيه ان اعمل ايه بقى يعني اقدم للطيور ايه في فتره وضع البيض اول حاجه لازم تراقب الطيور كويس جدا يعني طبعا الطائر سواء العصافير او الببغاوات الطائر بيبيض يوم وبيريح يوم يعني يوم يبيض ويوم تاني يريح وبعد كده يبيض تاني يوم ويوم فخلي بالك عشان ايه لان ممكن يحصل لك لا قدر الله مشكله احتباس البيض طيب انا اتفادى مشكله احتباس البيض بايه بقى ان اقدم الخضروات واقدم الاكل اللين، يعني القمح القمح اللين او الحلبه اللي هي مستنبته او مثلا بقى طبعا اهم شيء طبعا الخص والجرجير وكل جميع انواع الخضروات بحطها للطيور في فتره وضع البيض عشان ده بيسهل عمليه اخراج البيضه. يبقى خلي بالك كويس جدا في فتره وضع البيض ما تعملش للطيور قلق ما تعمل لهمش بقى اصوات مزعجه ما تعودش تفتح البياضه كل شويه آه لازم تكتر من آه البروتين لازم تكتر من طبعا وضع الكالسيوم الكالسيوم موجود طبعا في عظام الحبار او السيبيا او اللي احنا بنقول على المحار يعني باسماء يعني مختلفة عن بلد لاخرى او عظام البحر يعني في كل بلد بتطلق عليها اسم معين زي ما احنا شايفينها كده في الصورة لازم احطها لانها غنية بالكالسيوم الكالسيوم دوت يعني ايه طبعا هيكون كويس جدا بس ما كترش قوي عشان قشرة البيضة ما تبقاش سميكة جدا ممكن اطحنها واحطها في الحبوب وانا هسيب لكم الرابط في الوصف ازاي ان انت تقدمها للطيور اللي هي مش عايزه تاكلها او ان انا ممكن اعلقها في القفص. لازم طبعا اهتم بتقديم الفجل والجرجير والخص لان ده بيحفز الذكر على عمليه التزاوج يعني بيقوي الذكر لعمليه الاخصاب عشان اتفادى مشكله البيض غير المخصب. اتمنى تكونوا استفدتم معايا ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار اتمنى ان انتم يعني تكتبونا في التعليق وان شاء الله باذن الله هرد عليكم بس يعني مش هنخسر حاجة ما نعمل لايك واعجاب واشتراك لان ده هيشجعنا لنستمر بنشر المزيد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته